طيبوا أفواهكم الصلاة على محمد وآل محمد. السلام على الخد التريب، السلام على الشيب الخضيب، السلام على البدن السليم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. أحبيب أنت إلى الحسين حبيب، أحبيب أنت إلى الحسين حبيب، إن لم ينط نسب فأنت نسيب. يا مرحبا يا مرحبا بابن المظاهر بالولا، لو كان ينهض بالولا الترحيب، شأن يشق على الضراح مرامه بعدا وقبرك والضريح قريب. قد أخلص الطرفي علاك نجيبة من قومها وأبو أغر نجيب. يا مرحبا يا حاملا ذاك اللواء مرفرفا، كيف التوى ذاك اللواء مضروب لله من علم هوى وبكفه علم الحسين الخافق المنصوب، اتناول حبيب العلم من شف الشفية، هزها بيمينه وقال طابت للمنية، أنا عايف حياتي والوطن لجلك يا صنديد، تشهد صناديد الحرب عند الحرب، عيد نموت بمعزة ولا نعيش بطاعة يزيد، طاعتك يا ابن النبي فرض علي. والله والله يا ابو السجاد انا لا قطعاني بالسيف والخط وبالنار احرقاني، واذرى وعظامي وبالهوى وتالي
انشروني سبعين مرة هالفعل يجري علي. والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك روحي ومالي والأهل كلها فدالك وكل شيعتك تهتك كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيالك والتفت لأصحابه وعبره تجري قالهم يا فرسان الحرب كلكم تعرفون باكر بهالعرصة يثور الحرب والكون ليكون سادتكم بنو هاشم يحملون إلا عقب ما ننفني كل سوية. العباس يسمعنا خوات حبيب يسمعنا خوات حبيب مع الأنصار كأني بلسان حالي أبي الفاضل قال البطل عباس ما ترضى شيمنا المطلوب أخونا والحرام كلها وباكر لثار الكون يتقدم علمنا منشور بيدي واخوتي تمشي في قال الشهيد حسين يا ظنوة الكرايا خلها جدامنا خلها يا خويا تفوت الأنصار منا ومنهم يا الأخو تتقصف أعمار وتالي النهار خيامنا تبقى خلي كأني بزينب تنادي أني والله بقيت محيرة واصفج بليدي أنا لا عباس يبرالي ولا حسين ولا حسين يضربوني من تهمل العين وتبقى عبرتي بصدري تكسر ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلهم يعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لأجل سلامة إمامنا صاحب العصر والزمان وتعجيل فرجه الشريف ارفعوا أصواتكم الصلاة على محمد وآل محمد. من أعظم النعم الإلهية على الإنسان نعمة العقل.
العقل يعد مفتاحا مهما من مفاتيح الحياة الطيبة، ولذلك نلحظ في القرآن الكريم أكثر من 50 آية تناولت لفظة العقل ومشتقاتها، تناولت مسألة العقل. فما هو المراد بالعقل؟ البعض يشتبه يخلط بين العقل والعلم، بينهما بول شاسع. طبعا للعقل معان متعددة، العلامة المجلسي على الله مقامه في كتابه البحار أشار إلى 6 معان للعقل. أنا لست الآن بصدد التعرض إلى معاني العقل، وإنما أود أن أبين المراد من العقل في كلمات أهل البيت سلام الله عليه، بعيدا عن المصطلحات. حينما يتحدث أهل البيت سلام الله عليهم عن العقل فماذا يعمل العقل؟ هناك وصية رائعة جدا للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، والوصية معنونة بأنها للإمام الحسن سلام الله، ولكن في الواقع الوصية ليست للإمام الحسن. وما أكثر الوصايا التي تعنون للإمام الحسن والحسين سلام الله عليه. الإمام أمير المؤمنين أكثر من الوصايا للحسن والحسين، لكن في الواقع طبعا الوصايا ليست للإمام الحسن والحسين، هم في غنى عنه باعتبارهما إمامان معصومان. لكن هذه الوصايا يريد الإمام سلام الله عليه من خلالها أن يعلمنا منهجا رائعا من المناهج التربية، أسلوب رائع في التربية. خل أولا أقرأ أو أستعرض هذه الوصية بصورة سريعة وموجزة. يقول الإمام سلام الله عليه: يا بني احفظ عني 4 و4، لا يضرك ما عملت به، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأشد الوحشة العجب، وأكرم النسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب. هذه وصية الإمام سلام الله عليه. وما أكثر الوصايا كما ذكرت لكم، شوفوا الأكثر من الوصايا فيه درس مهم جدا، وهو على المربي الناجح أن لا يكتفي بالتوجيه والإرشاد والموعظة لمرة واحدة أو مرتين أو ثلاث. والملاحظ عند شريحة من الآباء وللأسف الشديد أنه يتوجه بالوعظ، يتوجه بالنصيحة، يتوجه بالإرشاد بالتوجيه لابنه فيلقى إعراضا، بعد ذلك هو يتوقف بحجة أن تلك الموعظة لم تجد طريقها إلى قلب الابن، قلب الولد.
هذا ليس تبرير مقبول، هذا مو عذر مقبول. لقمان الحكيم كان كثيرا ما يوصي ابنه، والقرآن الكريم نقل لنا جملة من وصايا لقمان كما تعلم. هناك سورة أصلا مسمات بسورة لقمان في القرآن الكريم، فيها مجموعة من الوصايا. إذا نراجع الروايات هم كذلك نقف على عشرات الروايات فيها وصايا لقمان لابنه، كما يذكر في كتب التاريخ كان وكتب الحديث كان لقمان يكثر من الموعظة لابنه، كلما رأى ابنه وشاف الفرصة مؤاتية الوقت مناسب يعظ ابنه يرشده يوجهه. واللطيف أن بعض كتب التاريخ تذكر بأن ابن لقمان ما كان من الصالحين من البداية، لكن نتيجة كثرة هذه التوجيهات هذه المواعظ تحول إلى الصالح. شوف هذا أسلوب من أساليب التربية مهم جدا، وهو الإكثار، وهذا شيء طبيعي، لأن المربي المشفق المحب لمن يربي لا يمكن أن يكتفي بالمرة أو المرتين أو الثلاث إلى آخر لحظة وهو يوصي، إلى آخر لحظة من عمره وهو يوجه. شوفوا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو على فراش الموت يوصي الحسن والحسين، يوجه يرشد، هذا هو المربي المشفق. هناك وصية خاصة للحسن والحسين للإمام أمير المؤمنين حينما كان على فراش الموت ويودع الدنيا وأهل الدنيا، يوصي الحسن والحسين: أوصيكما بتقوى الله تعالى وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء زوي منها عنكما، وقولا بالحق واعملا وقولا بالصدق واعملا بالحق، إلى آخر تلك الوصية. أيضا يوصي بقية أبنائه، يوصي بني عبد المطلب، يوصي بني هاشم، ويوصي الناس جميعا. أي كثرة الوصايا لها مفعول. لعل قلب هذا الإنسان لم ينفتح مرة مرتين ثلاث، لعله في لحظة واحدة ينفتح قلب الإنسان. عجيب، واقعا هذا المخلوق عجيب، تتجلى فيه عظمة الباري عز وجل. قد يكون هذا القلب مغلق لكن في لحظة واحدة ينفتح هذا القلب على الموعظة. لعلي ذكرت لكم قصة شعوان، شعوان اللي كانت معروفة في البصرة ولا يخلو منها مجلس من مجالس الطرب والنجوم. يوم من الأيام تمشي في أزقة البصرة مع عشر من جواريها، تمر على دار تسمع أصوات البكاء والعويل، ترتفع من تلك الدار الضجة صراخ. قالت: ما الخبر؟ شنو صاير؟ بعثت بجارية من جواريها، دخلت الجارية ولم تخرج، بعثت بالثانية كانت كصاحبتها، بعثت الثالثة والرابعة والخامسة حتى بعثت كل جواريها، ماكو واحدة منهم خرجت من تلك الدار. تعجبت شعوان، قالت: ما الخبر؟ قامت بنفسها، دخلت الدار وإذا بها ترى الدار غاصة بالناس، وفي الصدر كرسي أشبه بالمنبر عليه واعظ يعظ الناس، يقرأ آيات الوعد والوعيد، يقرأ آيات الوعد والوعيد، والناس تبكي بكاء شديدا يذكرهم يخوفهم القيامة وأهوالها. الناس تبكي مثل ما تبكي الثكلى. شعوان أخذت تصغي تستمع لما يقول هذا الوعظ، لحظة واحدة وإذا بقلبها ينكسر. شوف هذا القلب، انكسر قلبها، جرت دموعها، أخذت تصرخ مع الصارخين، ثم قامت على قدميها مخاطبة ذلك الوعظ: أيها الشيخ، إن لي ذنوبا عظيمة، فإن تبت هل يتوب الله علي؟ قال: نعم، إن تبت تاب الله عليك،
قالت إن لي ذنوبا عظيمة تختلف عن ذنوب بقية الناس، فهل إذا تبت يتوب الله علي؟ فأجابها الشيخ: إن تبت تاب الله عليك ولو كانت ذنوبك كذنوب شعوانه. قالت: يا شيخ أنا شعوان. قال: نعم، إن تبت تاب الله عليك. فعلا تابت توبة نصوحة وأذابت جسدها من خلال الصيام والقيام، حتى أنها يوما وقفت أمام المرآة رأت هاي الجسد اللي كان نظر، شافت جسدها نحيل، صرخت صرخة قالت: آه من عذاب نار جهنم، وسقطت وانتقلت إلى جوار ربها. شوف هاي شعبان، هذه شعبان. تش مدريك بأن هذا الإنسان ما ينفتح قلبه في لحظة من لحظات الموعظة؟ قلب الإنسان عجيب واقعا. إذن كثرة إرشاد، كثرة التوجيه، لكن الأب عليه أن ينتخب الوقت المناسب، الطريقة المناسبة. الطريقة والأسلوب له دور بارز جدا. ولعلي أوفق في حديث خاص لبيان هذا، لبيان الأساليب، أساليب التوجيه والوعظ والإرشاد. على كل حال أرجع وأقول، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الوصية يقول: احفظ عني أربعا وأربعا. هي ثمان وصايا، ليش يقسمها أربع وأربع؟ أولا التعبير حتى يلفت الانتباه ويحرك فكر المستمع، وجميل جدا إذا تحرك فكر المستمع حتى ينفتح هذا الفكر ويستوعب جيدا تلك الموعظة، هذا أولا. ثانيا إذا تأملنا في هذه الوصايا الثمان نجدها ليست على نسق واحد، أربع منها وصايا عامة، والأربع الأخرى تتعلق بالصداقة وبالتحديد الأنواع التي يجب أن يحذر الإنسان من مصادقتها. ومسألة الصداقة مهمة جدا، اختيار الصديق مهم جدا في الحياة، لأن الصديق يؤثر في صديقي بشكل أو بآخر، وبالتالي اختيار الصديق يجب أن يكون مبنيا على أسس سليمة حتى لا يكون الاختيار خاطئ. فالصديق الصالح يأخذ بيدي صديقي إلى الله عز وجل، والصديق الفاسد يزين لصديقه طريق الشيطان والمستجار. لذلك خصوصا شبابنا يكون يحذر أشد الحذر. تبت صاحب تلتقي بأناس هذا شيء طبيعي، لكن أن تتخذ صديقا ويكون مستودعا لسرك وتكون أكثر أوقاتك معه، يكون تحاسب، يكون تنتخب الصديق الصالح وتحذر هذه الأنواع الأربعة التي ذكرها الإمام سلام الله عليه. يأتي إن شاء الله حديث مفصل عن الصداقة وشروط اختيار الصديق والأنواع، هاي الأنواع الأربعة التي ذكرها الإمام سلام الله عليه، يأتي في حديث لاحق إن شاء الله. الآن أود فقط أبين المراد من هذه الكلمة وهي العقل في كلمات أهل البيت، لأنه كثير من الناس يشتبه يتصور بأن العقل هو العلم. لا، العلم شيء والعقل شيء آخر. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: من زاد علمه على عقله كان وبالا عليه. شوفوا التعبير، من زاد علمه على عقله كان وبالا عليه، يعني العلم شيء والعقل شيء آخر. العلم ماذا نعني به باختصار شديد حتى لا أطيل عليكم؟ التفتوا جيدا، شوفوا عندنا عقل وعندنا حمق، عندنا علم وعندنا جهل. العلم في مقابل الجهل، العقل في مقابل الحمق، شنو الفرق؟ العلم والجهل ساحتهما ساحة الفكر والذهن، وأما العقل والحمق فساحتهما ساحة السلوك والعمل. يعني هذا الإنسان اللي في ذهنه معلومات، مختزن في ذهنه معلومات، هذا نسميه عالم.
اللي يفتقد تلك المعلومات يسميه جهل، ولذلك العلم نسبي والجهل أيضا نسبي. قد يأتيك شخص يعلم بأشياء ولا يعلم بأشياء أخرى، فهو عالم من جهة وجاهل من جهة أخرى. حتى الفقيه، حتى الفقيه لو تسأل أي فقيه أو مرجع من مراجعنا على الله مقامه وأدام ظلهم على رؤوس المسلمين، تسأل ما هو مقدار ما عندك من علم بالنسبة إلى ما هو مجهول من العلم، قل ما هو إلا قطرة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهو إذن عالم بهذه المسائل التي يختزنها في ذهنه، وجاهل بتلك المسائل التي لم يصل بعد إلى معرفتها والعلم بها والاطلاع عليها. فهو إذن ممكن أن يتصف بالجهل من هذه الجهة، لكن ما ممكن أن يتصف بالحمق. حاشاه، ما ممكن أن تقول أنه أحمق، حاشاه. هم عقلاء وخيرة العقلاء. ليش؟ لأن الحمق والعقل ساحتهما ساحة السلوك والعمل. يعني تصرفات هذا الإنسان في الخارج هي التي تحدد هل هو عاقل أم جاهل، عفوا هل هو عاقل أم أحمق. إن كانت تصرفات هذا الإنسان موافقة لما يريد الله عز وجل ملازمة للحق فهذا الإنسان عاقل، أما إذا كانت مجانبة للحق فهذا الإنسان أحمق حتى وإن علم بالمعلومة. ما فائدة أن أختزن المعرفة في ذهني وفي الخارج لا ألتزم بلوازم هذه المعرفة، أعرف أن الكذب قبيح وفي الخارج أمارس الكذب، هذا عين الحمق، هذا عين الحمق كما ورد في الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه. يقول من نظر في عيوب، من نظر إلى عيوب الناس فكرهها ثم رضيها لنفسه فهو عين الأحمق. يعني أنت تشوف الخطأ إذا صدر من غيرك تنتقد هذا الخطأ، شوف الخطأ الصادر من الغير قبيح لكن فيما بعد أنت تمارس هذا الخطأ. الحديث الشريف يقول هذا هو عين الحمق، في الوقت الذي تعلم بأنه هذا الشيء خاطئ فلماذا تمارسه في الخارج؟ أين هي إذن مسألة الالتزام بلوازم المعرفة؟ لاحظين، فإذا ساحة العقل وساحة الحمق هي السلوك في الخارج. من هو العاقل؟ للعاقل علامات، هي العلامات كلها ترتبط بالسلوك فقط. أسوق شاهد من كلمة رائعة للإمام أمير المؤمنين وكل كلماته روائع صلوات الله وسلامه عليه، في قصار الكلمات تلقون هذه الكلمة. يقول ستة يعرف بها العاقل عند الناس، ستة أمور. ما هي؟ الحلم عند الغضب، سلوك، كل سلوك وعمل تصرف. الحلم عند الغضب، والصبر عند الرهب، والقصد عند الرغب، وتقوى الله على كل حال، والمداراة للناس، وقلة الممارات. شوف ست علامات ممكن أن نشخص بها العقل، وممكن كذلك أن نشوف واحد يقيس نفسه، والإنسان على نفسه بصير، كل واحد يستطيع أن يعرف نفسه هل هو فعلا ضمن دائرة العقلاء بالمعنى الخاص في كلمات أهل البيت أم لا، من خلال ملاحظة هذه الموازين الستة، هي العلامات الست. إذا غضب هل يعيش الحلم؟ شوف الحلم عند الغضب، الغضب نار مؤججة تحجب العقل،
ولذلك كلمات أهل البيت سلام الله عليهم تحذر من حالة الغضب، لعله في حالة غضب إذا الإنسان ما يتعاطى مع هذه الحالة بصورة صحيحة لعله يرتكب الجرائم البشعة. كثير من المصائب اللي تحصل بسبب حالات من الغضب، حالة غضب تؤدي إلى شجار، هذا الشجار يؤدي إلى إزهاق نفس برية. حالة غضب، الحلم عند الغضب. بعد الثاني والصبر عند الرهب، الخوف الشدة. شلون هذا الإنسان يصبر؟ إذا كان صابر فهذه واحدة من علامات العقلاء. والقصد عند الرغب، يعني عندما ترغب النفس وتشتهي هذه النفس وتدعو صاحبها إلى إشباعها، شلون يتعامل معها؟ هل يتعامل معها بأن يعطيها سؤلها ويفتح الباب على مصراعيه لها؟ هذا مو تصرف العقلاء. تصرف العقلاء هو القصد أن تعطيها حاجته، شيء طبيعي الإنسان فيه غرائز، هاي الغرائز هي المحركة للإنسان أصلا. في الإنسان غريزة البطن، والإنسان يجوع يحتاج إلى الطعام فليأكل حاجته من الطعام، القصد الاقتصاد. شوف العقلاء دائما وأبدا يلازمون القصد والاقتصاد في تلبية رغبات هذه النفس، يعطونها سؤلها لكن بما تحتاجه. هي الصفة الثالثة. الصفة الرابعة يقول الإمام سلام الله عليه: وتقوى الله على كل حال، في كل حالات تشوفه متق الله، يتق الله عز وجل. مو في بعض الحالات تشوفه تقوى والتزام، وفي بعض الحالات أخرى يتجرد عن التقوى. مثل أضرب مثال، وهذا المثال مثال مبتلى به. تشوف أحيانا إذا تصطلح ويا إنسان مؤمن شوفه ملازم للتقوى، لكن خل تختلف ويا اختلاف بسيط والمستجار بالله، تعال شوف يتجرد البعض عن التقوى، ما يراعي مسائل الدين، ما يراعي الضوابط، ضوابط الاختلاف، ضوابط في الدين. صحيح تختلف مع شخص، لكن هناك ضوابط، هناك آداب دعا إليها أهل البيت سلام الله من خلال كلماتهم، من خلال سيرتهم. هذه الضوابط والآداب هي تحدد تقوى الإنسان، تقوى العملية. الحديث هنا عن التقوى العملية، تقوى السلوكية. هذا المقياس الرابع. المقياس الخامس: والمداراة للناس. أصل المداراة أصل مهم جدا، ليت الناس تأخذ بهذا الأصل. ترى صفة الأنبياء، صفة الأنبياء وخصلة من خصال الأنبياء، يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: نحن معاشر الأنبياء أمرنا الله عز وجل بمداراة الناس كما أمرنا بالفرائض، مثل ما أمرنا بالصلاة والصيام، أمرناهم كذلك أن نداري الناس. المداراة ما هي؟ ما أدري، تحدثت في حديث سابق عن أصل المداراة أو لا. المداراة باختصار شديد أن تعرف حال الطرف الآخر. المداراة مو مجاملة على حساب الحق، فرق شاسع بين المداراة والمجاملة. المجاملة التضحية بالحق من أجل المصالح الشخصية الضيقة، أما المداراة لا، التضحية بالمنافع الشخصية من أجل حفظ منفعة كبرى. فرق شاسع بينهم. أنا أجي أجامل إنسان على حساب شنو؟ على حساب التزامي، على حساب ديني. هي مجاملة، هي مو مدارات، ليست من المدارات في شيء. يجلس مثلا ويا صاحبه حتى ما يزعل صاحبه، هم يتعاطى الغيبة معه، الكذب يكذب حتى يضحك الناس، يسمون مجاملة. هذه مذمومة قبيحة. أما المدارات مثلا في البيت، في الحياة الزوجية، شوفوا المدارات. أن ينظر الزوج إلى زوجته، الزوجة هم كذلك تنظر إلى زوجها،
تشوف حال زوجها في أي حال هو الآن، الوضع الاقتصادي له، الوضع النفسي، الوضع المزاجي، فتتعامل معه على هذا الأساس. مثلا الزوج يعود من العمل إلى الدار، بعض المسائل ما ممكن طرحها بمجرد أن يرجع الزوج من العمل. خلي أول شيء يرتاح، خل أولا يأخذ نفس، بعد ذلك تطرح. شوف هذه المرأة التي تراعي هذه الحالة يقولون دارت زوجها، هي تداري زوجها. مثلا الوضع الاقتصادي للزوج متواضع جدا، الزوجة التي تتعاطى المدارة تعرف بأن الوضع الاقتصادي للزوج متواضع، فما ممكن أن أكلف الزوج فوق طاقته، أخليه مثلا يروح يقترض من أجل فقط وفقط أن أحصل على بعض الكماليات. الزوجة الصالحة التي تتعاطى المدارة تعرف هذا الوضع، ترى هذا له أصل في حياة أئمة سلام الله عليهم في المعصومين. تعال شوف حياة الزهراء سلام الله عليها مع أمير المؤمنين. يقول الراوي: أصبح علي ذات يوم ساغبا، يعني جائعة، كان الوقت وقت مجاعة، فقال لي فاطمة سلام الله عليها: يا ابنة رسول الله، هل عندك شيء تطعمنيه؟ قالت: لا يا أمير المؤمنين، والذي بعث أبي بالرسالة واصطفاك للإمامة ما عندي الغداء شيء، وما كنت أطعمك منذ يومين، وما كنت أؤثرك به، هو ما كنت أؤثرك به على نفسي وعلى ولدي الحسنين. الإمام تأثر، قال: يا ابنة رسول الله، لم لم تعلميني لألتمس لكم طعاما؟ فماذا قالت زهراء سلام الله؟ قالت: يا أمير المؤمنين، إني أستحي من ربي، إني لأستحي من ربي أن أكلفك ما لا تطيق. وقت مجاعة وأنا أكلفك أن تأتي بالطعام. شوف هذه هي المداراة، هذا أصل المداراة الذي نتعلمه من سيرة الزهراء سلام الله عليها. فهذا الأصل أصل مهم جدا. الأمر الرابع والأخير، الأمر السادس والأخير، هو قلة الممارات، المجادلة التي لا نفع منها، الجدل الذي لا طائل من ورائه. هذا مو من صفات العقل. العاقل صحيح قد يجادل، لكن بمجرد أن يرى بأن هذا الجدل جدل عقيم خلاص يقطع الجدل، يعرض. هذه صفاتهم، لذلك أنهم قلة الممارات. هذه صفات العقلاء. فالعاقل إذن مجاله مجال السلوك، والأحمق أيضا في دائرة السلوك. لذلك تعال شوف سيرة الحسين سلام الله وقضية الحسين عليه السلام. شوف المجتمع الكوفي، سلوك المجتمع الكوفي، سلوك الأحمق، لأنهم يعلمون بأن الحسين على حق، ولكنهم يرفعون السيف في وجه الحسين. حسين سلام الله عليه يسأل الفرزدق: كيف خلفت الكوفة وراءك؟ قال: يا ابن رسول الله، قلوبهم معك وسيوفهم عليك. يعرفون أنك على حق ويزيد على باطل، لكنهم لا يلتزمون بلوازم هذه المعرفة. لازم هذه المعرفة أن أكون مع الحسين سلام الله، لا أن أكون مع عدو الحسين. ولكن هؤلاء خرجوا زرافات زرافات إلى كربلاء لقتال الحسين، حتى ضاقت أرض كربلاء بهم، 30,000 على أقل تقدير خرجوا لقتال الحسين سلام الله عليه. لذلك زينب لما رأت أرض كربلاء وقد امتلأت بالخيل والرجال والسيوف والرماح، تروع قلب العقيل زينب سلام الله عليه.
كأني بها تنادي: يا حسين هذه كربلة، يا حسين ضاقت كربلة بالخيل والقو، خيل وزلم وسيوف مصطكة يا مظلوم، يا ابن البتول ان جان هالعسكر الجرار كل عليك مجندين والا انصار. لكن يا خويا للمدينة طرش أخبار أخبار، بل كي يجينا محمد بالحرب جيدو، عسكر برايات أسن يا ضي العين، وانت يا ابو السجاد رايات الحرب وين؟ الله. وإذا بالحسين سلام الله عليه يأمر أبا الفضل بأحضار ذلك الصندوق، جاء أبو الفضل بذلك الصندوق، قام الحسين يستخرج تلك الرايات ويوزعها على الأبطال بطلا بعد بطل، وكل من أخذ منهم راية انتخى واستبشر أمامه، فأفرد راية أسندها في طرف الخيمة فتطاولت إليها الأعناق، قال: إن لها رجل يركزها في صدور القوم هذا. وزينب تنظر إلى الحسين كأني بها تنادي: بل كي محمد يجي يا حسين دعقد رايته وبين المخيم، يا خو يا حسين زين خيمته في بني عدنان والأنصار كل من لعلم، وراية العظمى حمله والفضل راعي الشيا، وراية محمد في وينه لو بعت من السهام، ش الفكر لو جاك متعني وسأل عن رايت؟ صاح سكتي يا حزينة عنك محمد بعيد، باع أخويا السهم مني وحصل الفرصة يا زيد، لازم تشوفين جسمي معفر فوق الصعيد، أبو الفضل يم الشريعة معطلين جنازته. كتب الحسين كتابا إلى حبيب ابن مظاهر الأسدي، وصل الكتاب إلى حبيب، أخذ الكتاب مرره على بدنه يتبرك به، دخل الدار وإذا بالباب تطرق، فتح الباب وإذا بعض بني عمومته جاءوا، قال للأسدي: لوذي خلف الستر، لاذت خلف الستر. دخل بنو عمومته، جرى حديث بينهم وبين حبيب، والحديث يومئذ حديث نزول الحسين أرض كربلاء. فقال بنو عمومته: ماذا تقول يا حبيب؟ ما هو رأيك؟ حبيب أراد أن يخفي عليهم، قال: ما لنا والتدخل بين السلاطين. قالوا: جزاك الله خيرا يا حبيب. ودعوه وقاموا خرجوا، لكن بمجرد أن خرجوا من عنده جاءت الأسدية وقفت على رأسه ودموعها جارية على صحن خديها، صاحت: حبيب، ما الذي سمعته منك؟ أما وصلتك الأخبار بأن الحسين نزل بأرض كربلاء؟ يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرته حاير ويكسر الخاطر لو تعاين بكربلاء، يقولون صبط المصطفى حط الخيام، ما لناصر يا حبيب وعنده اطفال
وكان راح حسين ما يرتفع للشيعة على ترضى لي يا الله وينكم يا سادة اسمعوا هذا البيت ترضى لي بالخدور وحسين تهتك عهلته أيوة زينب ظلت تنادي وتخمش بالخدود مفرعة كان ما تنأض بهمة وتطب ذيك المع جيب العمامة يا بيين عمي يخذها المقنعة وظل حبيبي عاين لها وغصب هلت دمعت صاح ما يحتاج هالنخوة بطل من الوني أنا عبد ابن الرسول وعبد أمير أنا اللذاب قلبي من سمعت بكربلة خيم بين جيمان الأعادي والعساكر حاطت أنا ما راح أقرأ لك المصرع ما عندي جلد لكن خلي نعيش هاي الدقائق مع هذه القصيدة وأبيات هاي القصيدة المشجية قصيدة جدا مشجية فيها أبيات قاسية واعذروني على قراءة هاي الأبيات تعلمون أيها الأحبة أن الزائر للحسين يتوجه إلى قبر حبيب بن مظاهر الأسدي لأن حبيب بن مظاهر الأسدي كما يقال هو اللي يسجل أسماء الزوار هو اللي يسجل أسماء زوار الحسين سلام الله عليه فهذا المؤمن يتوجه بالخطاب إلى حبيب يقول أنا غير حسين ما عندي وسيلة ولا حبيب جيت أزور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب أريدك تعيش أجواء هاي القصيدة وأقعن فيها مقاطع تقطع القلب وتقرح الجفن يقول جيت أزور اللي يا الله هذا خليه بعدين هذا المقطع مؤلم جدا مؤلم جيت أزور اللي انفجع قلبه على فقد الشباب من نظر الأكبر مقطع راسه من الحزن شاء وقف متحير بأمر شلون أشيل للأطناب جيت أزور حسين بالله سجل اسمي جيت أزور اللي حضن شفين شيال العلام وذاب قلبه وما قدر ينزع من عيون السهل سالت دموعه ورجع مكسور ظهره للخيام جيت أزور حسين بالله سجل اسمي أين المنادي وحسينا وسيدا يقول جيت أزور اللي رجع متخضب بدم المهار وطلعت النسوان من سمعت صهيلة من الخدر وشافت يا الله هيئ قلبك لهذا البيت وشافت ابن الزهرة متربع على صدر الشمار حسين حسين جيت أزور اللي انذبح عطشان وما حد غمضه راسه انشال برمح والجسد خيلة رضرض
حرقت خيام العدا وفرت حريمة للفضاء. جيت ازور حسين بالله سجل اسمي، جيت ازور اللي وقف بالطفل في حال فضيح، دالع من الظما لسانه ومنظره منظر فجيع، واللي افجع من وقع المثلث بنحر الرضيع. جيت ازور حسين بالله سجل اسمي، جيت ازور اللي بكسيرة وقف ينظر عيلته بساعة التوديع وزينب بالهضيمة ضمته، وقبلت بصدره يا ويلي وبنحرة شمته. جيت ازور حسين بالله سجل اسمي، جيت ازور اللي وقف محتار بالحومة وحيد، ساعة ينظر للخيم وساعة ينظر للعظيم، حاير وخوف على زينب تطب مجلس يزيد. انا جيت ازور اللي وقف محتار بالحومة وحيد، ساعة ينظر للخيام وساعة ينظر للعظيم، حاير وخوف على زينب تطب مجلس يزيد. جيت ازور حسين بالله سجل اسمي، جيت ازور اللي وقف عطشان ما بين العدا وطاح عن مهرة على الرمضة ولا حد والسد. أنا جيت أزور اللي وقف عطشان ما بين العدا وطاح عن مهرة على الرمضة ولا حد والسد، بعد ما فتت تفادى حرمة لبسه من ردى. جيت ازور حسين بالله سجل اسمي يا حبي، جيت ازور اللي على الرمضة بقى عاري وسليم، وانصب عليه العزاء وابجي على خد التري، واذرف دموعي على ثغرة المهشم بالقضيب. جيت ازور حسين بالله سجل اسمي. ها بقى هذا المقطع، ما ادري تتحمل او لا، هيا قلبك لهذا المقطع حتى تطلع الدمعة من عينك من قلبك وتسجلها فاطمة هاي الليلة. اويلي اويلي اويلي، جيت ازور اللي طلع قلبه مثلث حرملة، انا جيت ازور اللي طلع قلبه مثلث حرملة، وانذبح عطشان وظل مرمي ولا حد غسله، وبحوافر لعوجي ينطحن صدره بكربلاء. أين المنادي وحسينا وسيدا وإماما وغريبا؟ أنا جيت أزور اللي طلع قلبه مثلث حرملة، وانذبح عطشان وظل مرمي ولا حد غسل، وبحوافر لعوجي ينطحن صدره بكربلة. جيت ازور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب. حسين وبعدك لا هنا عيش ولا لذة مشاربها، يا الله يا الله يا الله يا الله، يا من لا يقال لغيره يا الله.
قبل الدعاء هناك دعوة للجمع للصدقات، جمع صدقات، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله محضرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بهذه الدموع المالحة التي سكبت على محبة الحسين، بهذه القلوب المتصدعة لمصاب أبي عبد الله، نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء